بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من مدينة سطاش. كيف ما كتشوفوا دابا الخمسة وقسم غادي نطلعوا للسوق ان شاء الله باش نصور لكم الأجمينة والأجواء ديال الرحبة. شكرا للناس اللي داروا ابوني وكيديروا ديما جيم، وحتى نتوما اللي كتدخلوا اول مرة لاشين بنساو جيم وابوني وخلينا شي كومونتير زوين باش لاشين نزيد قدام ان شاء الله. وشكرا، مرحبا بكم. اخويا بالوما مباشره من سوق 16. اجا اخويا الخير تبارك الله. واش حال هذا الحاجه؟
شلون أعطينا أشرف؟ 100 5000 درهم. أجلك ستان؟ مولو مولو شبارك الله. فش باقي اخوي؟ فش باقي؟ 140 140 7000 درهم. كونتور دوزيام العام الجاي 4 مليون 4 واش عطيناك هو؟ عطيني 600 ألف فرانك شبارك الله. وراه قد ديالو هذا خويا هذا؟ بيديغري دور صورنا البيديغري زيد شبارك الله اخويا وندا شحال كاين اخويا وندا ولا قولي شبارك الله ما باريش مليح وكاين السلعه وندا كاين السلعه اخرى كاين السلعه اخرى فوقانيه ياك اخويا كاينه فوقانيه هذا هو النوع ديال الصرصري تيدوزو عليه برنامج التلفزيون بالعربيه اللي ربي اختارها الحمد ديال البصره اكثر نوع ديال الصرصري كنتكلم هذا شراط الفخو مباشره امام عينيكم الحركه الورقه ديالو ياك والطريقه اللي هذا الزور بها الصرصه سهله ما واعراش شحال من انسان غادي يشوف هذا الكلاب غادي يقول لك ربما ولد الحاج دريسي زوج الدار بالكلاب البنش ليباري المرسل وزير السنان وعندي البنج وعندي جميع ليباري ولكن كاع اللي وقفات القدره ديال مولانا وبغى يزول شي درصه تنحيدوها بطرف الكاغيط من جل هذا طرف الكاغيط نزول به الدرصه مباشره امام عينيكم كاملين ولا ديري التسكيبه بتعطيني غير واحد انا وياك الخاصيه ديال عبد الله وشنو اللي كنتكلم عليها هذا اليوم اعطيني غير عقلك وما ودي غير واحد العنوان ديالي ديال مع الورقه ديالي ولا ما نخليك غير العواد ديال الفرع الصلاه العيد القران عندي جابني عند الحاله وهو الى حضرت لهذ الفراجه وسمعتي واحد الوصيه وديني هاد الوريقه ودرتها مع الوريقه الصغيره هي اللي هي ترى هي طعم واحد الدنيا راه حمسه ديال الشيء ما كان فيه ما كنشري مع مالي المساله الاولى كنبقى تحل عيني وما كنتخلصوش والمساله الثانيه تنزوروا الدرس وما كنتخلصوش الله الله سيدي حجاج لا حد اخر شو عطينا خالي؟ 160 160 شنو الاف درهم سنان اش داير فيهم؟ شنو الحليب؟ طور؟ مصطفى صح
دور فازر دو كومبلي 300 درهم بخاليد انا شهيت يا خويا اصدق ولد دربنا قديم شو هذاك يلا هي الويله بس Thank you.